أسعد الله أوقاتكم أيها السادة والسيدات، حلقة جديدة من حلقتنا على المشاهد تيفي. غريب جدا، وأقولها وأكررها، غريب جدا هذا الصمت المتواصل والمريب بخصوص استمرار أسعار المحروقات في المغرب رغم الانهيار والتدني لهذا المنتوج يعني البترول على المستوى العالمي، حيث وصل إلى أدنى مستوياته منذ سنة 1991، يعني من حرب ديال الأمريكان على العراق أو ما يسمى بعاصفة الصحراء، تحت عتبة أقل من 35 دولار للبرميل. والسؤال أشنو كيوقع بالضبط؟ أشنو كيوقع؟ المعنى واضح بلا لف بلا دوران، هناك مافيا للمحروقات على شاكلة مافيا العقارات ومافيات أخرى بالمغرب، لا زالت تستحوذ على كل شيء في سياساتها الإقطاعية وسياساتها الليبرالية المتوحشة بعدم تقليص ثمن هذه المادة الحيوية، تماشيا مع التحرير للأسعار وتماشيا كذلك مع الأسواق العالمية في الطلوع ديالها وفي الهبوط ديالها، وكذلك أمام الصمت المريب لحكومة العثماني ومجلس المنافسة. حكومة العثماني ومجلس المنافسة مطالبين ويتعين عليهما حماية المستهلك المغربي بتسقيف وتحديد ثمن بيع هذه المادة الحيوية والأخذ بعين الاعتبار هامش الربح المسبوح به بالموازاة مع القدرة الشرائية للمواطن المغربي وللمغاربة وللمهنيين الذين يتأثرون يوميا بغلاء لهذا المنتوج يعني البترول الغير المبرر رغم الأرباح الطائلة التي تحصل عليها هذه الشركات بالدارجة. راح تكشاط هذا، راح تكشاط في واضحة النهار ودون مراعاة لما يقع حولنا من سنة، يعني الجفاف، بوادر ديال الجفاف والوباء ديال كورونا وما إلى ذلك، وعلى هذه المافيات تحشم شوية وبركة عليها من الربح وتراعى والمراعاة أن هذه الزيادة في ثمن البترول تتبعه زيادات في النقل وفي كل مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. بارك عليكم، بارك عليكم من هذه الثروات ومن هذه الجنسيات ومن امتصاص دم الفقراء والقضاء على الطبقة المتوسطة بالمغرب. بتعبير المؤرخ الكبير الحسن اليوسي، لقد أكلتم اللحم وامتشيتم العظم ولم تتركوا للعباد شيئا. أكلتم اللحم وامتشيتم العظم ولم تتركوا للعباد شيئا. أخيرا اللعنة على الجشع، اللعنة على الجشع، وبركة من بوهيوف، وبركة من هذه الأرباح التي لا مبررها سوى أنكم تمصون دماء المغاربة. السلام عليكم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارتاجيو الفيديو مع أصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.